وواجه مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن تحية إجلال وإكبار لتضحية الشهداء والجرحى الذين رسموا بدمائهم صورة النصر على الإرهاب. يوم عظيم ويوم نستذكر فيه كل الذكريات. نعم، شاركنا كمقاتلين وكإعلام حربي وأمني في كل شبر وفي كل منطقة كانت فيها عملية للتحرير والانتهاء من داعش الإرهابي. تحية شكر وامتنان وثناء وتقدير لكل من ساهم في صناعة هذا الانتصار. تحية إجلال لأرواح شهدائنا، الأرواح التي ترفرف الآن في هذا المكان وفي كل مكان، وأيضا الشفاء العاجل لجرحانا، ديمومة الانتصار وديمومة الأمن والأمان لكل محافظاتنا العزيزة وبلدنا العزيز.